السيول في ميسان التي جاءت محملة بالخسائر والحوادث جلبت شيئاً جيداً على عائلة عراقية، فقد عملت السيول على نقل رفات جثمان الجندي العراقي عبد الأمير جبار الجذري المفقود منذ أكثر من 37 عاماً خلال الحرب العراقية الإيرانية، حيث أعادت السيول جثمانه ليستقر داخل الحدود العراقية تحديداً في منطقة المشرح في ميسان. الآن نشاهد صورة الجندي العراقي، هذه طبعاً صورة الجندي وهو من أهالي ناحية الفجر في ذي قار. الآن ستظهر أمامكم صورة أخرى وفيها متعلقاته الشخصية من نقود معدنية وقلم وبطاقة تعريفية معدنية كتب عليها اسمه. طبعاً كان يرتدي ضباط وجنود الجيش العراقي مثل البطاقة التي شاهدتم في الصورة التي عرضناها عليكم قبل قليل. مشاهدينا، ومن الطبيعي بعد أن وصل الجثمان بفعل السيول، من الطبيعي أن يتوجه عدد من أهالي قضاء الفجر في ذي قار إلى ذوي الجندي الذي عاد رفاته، ونذكركم باسمه عبد الأمير جبار الجاذري، حيث خرجوا في مسيرة تشييعه. قل أرأيتم